الإيقاف الرياضي أتى في ظروف واضحة، وأتى من خلال شكوى من جهات معروفة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وبالتالي تم الإيقاف الرياضي بعد التحركات الأخيرة سواء من خلال اللجنة الرياضية في مجلس الأمة ومن خلال الحكومة بل حتى من خلال الخارجية الكويتية، وتم الالتقاء مع المسؤولين في الاتحادات الدولية وفي اللجنة الأولمبية الدولية. تبين أنه ليس هناك تعارض يعني جوهري واضح بين القوانين المحلية والقوانين الدولية، وهناك يعني عدم وضوح الرؤية بالنسبة للجهات الدولية بالنسبة لمادة أو مادتين. إن شاء الله في الاجتماع القادم لربما في القريب العاجل سوف يتم رفع. من المتوقع أم لديك معلومات بهذا؟ أنا إلى الآن لدي معلومات، يعني معلومات أن هناك التوجه إلى رفع العقوبة مع إعطاء أي طرف آخر حق يعني التعديل أو الاعتراض على أي مادة من مواد القوانين الموجودة حاليا.